أنا جمال صديق ديال الأخ محمد من الطفولة وصديق ديالنا، وحنا بالمناسبة الفاجعة تنترحموا الأخ سي محمد العائلة ديالو، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون بالمناسبة الفاجعة المأساوية. حنا تنأسفوا اللي وقع الأب ديال سي محمد المستوصف. حنا تنعرفوه مدة سنين وهو تيشتغل في المستوصف، أنا فيما تنجيو حنا ولا تيجيش الساكنة لابيبا كلشي عارفو، فيما تيجي تلقى هو اللي تيستقبل الناس، هو اللي تيتحدث، هو اللي يدخل وتينضم. راه هو دائما سي محمد تيدخل تيقول لك اش عندك، بلا تيجي الطبيب، هذه معلومات بعدا تيساعد الناس. راه حنا هادشي اللي تيتقال، الكلام اللي تيتقال لك كان حقيقه، راه خاصو فيه تحقيق وخاص محاسبه لهاد الناس اللي تيقولوا هاد السيد ما خدامش. حنا بغينا نعرفوا هاد السيد هنا اش يدير، الا كان ما خدامش اش يدير في هاد المستوصف، علاش جالس في تماك، علاش يبات تماك. حيت ما يمكن الانسان يدخل واحد المؤسسة حكومية تابعة للدولة ويبدا يقول لك لا راه ما معناش، الا ما معناش راه خاص الانسان يحيد، يبقاو الناس اللي عندهم الصفة. هذا ضربوا لهاد الناس اللي تعطى لهم حقهم، هذا ما كان تبان الحقيقة، واللي تيستحق اي حاجة راه ضروري الناس خاص يرجع لهم حقهم، واللي تيتحمل المسؤولية خاصو يتحاسب. عبد احمد حنايا يعني راه كنعرفوه هنايا سنوات، هو عاس هنايا وكي يعني عاس على الممتلكات ديال السبيطار، وهو اللي كيقابل الجرده وكيقابل كل شيء، يعني الامورات ديال داخل السبيطار، ومن نهار كيتبنى راه هو اللي كاين هنايا، يعني راه داك الشيء راه باين. والسيد راه وقع ليه مشكل مع الناس ديال مندوب ديال الصحه ديال اكادير، يعني راه خصهم هاد الناس ديال الوزاره ما خصهمش يديروا ليه بحال، يعني ديك جاو غير هكاك والسيد يجريو عليه، والسيد قديم هنايا وكبير في العمر وكيتقاتل معاهم، هو اللي كما قالوا الاخوان يعني هو اللي كيعطي، هو اللي كتلقى في الصباح كيشد الرونديفو للناس. وحنا راه درنا هنا يعني انشطه، شحال من انشطه درناها حنا وتنتلاقى هو كيتساعد معنا، يعني راه السيد راه هما السبب ديالو، هذوك الناس ديال الوزاره هما السبب ديالو، راه الناس ديال السلطه والناس ديال الامن اللي مكلفين بالحي المحمدي راه كيعرفوا الدا احمد مزيان، وراه هما راه كيعرفوه بلي راه هو عساس هنايا، وديجا راه كانت السرقه هنا في هذا السبيطار هذا، وراه هو جا عنده المخزن وداو يعني داو التصريح ديالو، وديك الساعات معترفين به بلي راه هو عساس هنايا. ودابا السيد ملي بغاو يجريو عليه جاو في الصباح فاقوا راه نجريو على هذا السيد هذا، واش هذا السيد هذا يعني ما عنده حقوق ديالو، ما عنده اللي يدافع عليه، ما عنده حتى شي حاجه، هذا السيد راه خصو يعني يتحقق، يتفتح تحقيق في هذا الامر ديال هذا السيد، يعني هذا الموت ديالو راه ماشي موت عادي، يعني راه شحال من حاجه دازت في هذا كادير وسكتنا عليها، هذا السيد راه خصو يشد حقه من عند النائب وكيل الملك الله يجازيه بخير، يفتح لينا تحقيق، كنطالبوه يفتح لينا تحقيق في هذا الموضوع ديال هذا الموت هذا، يعني راه ما كاينش شي حاجه جات غير هكاك وحيد السيد، السيد راه خدام هنا سنوات وهو مقاتل هنايا، يعني ملي كيتبنى راه كاينين الشهادات ديال الناس، وانا سيفتي يعني كمواطن هنايا يعني راه بحال الحي المحمدي بحالي غير ودردو، راه الناس ديال سوف الجبال كامله كتستافد هنايا في هذا المركز هذا، وحنا راه كما قلت لك راه حضرنا في الانشطه هنا داروا، وهو اللي كيحل لينا، وهذا الشيء راه ما خصهمش ينكروا هذوك الناس ديال يعني المندوب الاقليمي ديال وزاره الصحه، خصو يتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي وقع في هذا المركز هذا، يعني راه هذا الشيء راه ماشي معقول وما كنقبلوهش حنايا كولاد اكادير، وهذا الشيء توقع لينا في المدينه ديالنا. اللهم انا هذا منكر، السيد الله يرحمه والله يوحط له الحق في الناس اللي داروا ليه هكا. الجار هدرنا حدا السبيطار هي، داك السيد المرحوم الله يرحمه راه خدام بالليل وبالنهار، ماشي غير بالنهار، وتيجيو الناس عباد الله مراد، وتنتلقى واقف هنا وشاد لهم النوبه بالرونديفوات، وتيدير تيتساهل مع كل شيء، تيتساهل مع كل شيء، كل شيء واخذ راحته، وشاد لهم العسه بالليل وبالنهار، وخاصو يشدها العسه بالنهار، ماشي بالليل، اللي زايدوها من عنده حيت هو عزاز عليه البوفريا، فهمتي داك الشيء اش تيصبح عندهم هنا، والله يعمر دارو داخل سوق راسو، ماشي يضربوا به واحد المده، تيبان لهم شرف ويكركبوه، هذيك راه ما يبغيها لا الله لا عبدو، هي السبب ديالو في الانتحار، حيت حقروا هاد الناس هادو، هذا اللي جا مدير ولا ما عرف، حقروا بيجري عليه، اشنا هي هذيك؟ بيجري عليه هو باش يجيب شي فاميلتو يخدمو، راه هي هذيك، هما يصونوا لي صونا لي الدريب سيكتور، قال لي اش ما فراسك والو، قلت ليه لا، قال لي راه العساس تاع السبيطار راه لقاو مقتول، وقيل واش نقراسو ولا ما عرف، هادشي قالوا. وكنعرف هاد السيد هذا قديم في هاد البلاصه هادي،
وهذا السيد هذا كيقعد مع الوالد ديالي في هذه البلاصه هذه قبل كاع ما يتبنى هذا المركز هذا، خدام معاهم هو اللي كي ديما مقابل هنا، هو اللي كيقابل الخدامه، هو اللي كيدير كل شيء، ديما هو ديما في هنا، ديما حط الكرسي ديالو هنا وكيدير الطابليه ديالو وكيسيق هنا، وهو هو اللي ديما خدام هنا. شي واحد الا دار هذا الشيء دبر راسو، راه هادشي راه السيد هذا ماشي حنا كنعرفوه، وما عمر شفنا فيه شي حاجه اللي خايبه، ولا ما عمر هذا، راه كنعرفوه مزيان، راجل طيب. والسيده كاع جارتي انا ساكنه حدايا وكانت خدامه دوز هاد السطاج هنا، عودات عليا، عودات لي عليه هذا السيد، قالت لي الله يعمر ليه الدار. السيده جارتي انا ساكنه حدايا وعاودات لي، ركبها معايا في التاكسي وعاودات لي، قالت لي ودي هاد السيده، هاد السيد هذا الله يعمر ليه الدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.